صرح المحامي العام رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة بأنه في إطار التعاون القضائي الدولي وبناء على التنسيق فيما بين النيابة العامة بمملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية في كلا البلدين، فقد تم رد مبالغ وأصول تتمثل في أسهم بما يقدر بحوالي 280 مليون دولار أمريكي إلى دولة الكويت، وذلك تنفيذا لحكم جنائي نهائي صادر من المحكمة المختصة لديها بمصادرة تلك الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال. ويأتي هذا في إطار تنفيذ التزامات مملكة البحرين بمكافحة غسل الأموال وتفعيلا لقواعد التعاون القضائي الدولي وبالأخص فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بناء على ما كشفت عنه تحريات المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية التي تمكنت من رصد تلك الأموال، ومن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيث تم اعتماد الحكم من المحكمة الكبرى الجنائية بمملكة البحرين وفقا لمتطلبات القانون، ومن ثم تم تحويل المبالغ موضوع الحكم إلى حساب وزارة العدل بدولة الكويت الشقيقة بينما وضعت الأسهم تحت تصرفها. وقد جرى تنفيذ الحكم على مرحلتين في ظل الإجراءات المتخذة، كانت الأولى برد ما يساوي من المبالغ والأسهم 100 مليون دولار أمريكي، فيما تم رد المتبقي مؤخرا بما يقدر بحوالي 180 مليون دولار في المرحلة الثانية، ليبلغ إجمالي ما تم رده حوالي 280 مليون دولار.